طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب حول آخر التطورات على الساحة العراقية وعلى الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة. حالة إنذار قصوى قبيل إعلان النتائج النهائية للانتخابات يعلنها رئيس أركان الجيش، ومناوشات بين المالك والصدر حول النتائج الأولية للانتخابات، ونزاع متجدد على منصب رئاسة الجمهورية. فهل يبقى من حصة الكرد؟ وما بعد الانتخابات يستمر الجدل حول الكتلة الكبرى، ومن سيشكل الحكومة القادمة؟ مع إعلان مفوضية الانتخابات إعلان نتائج الانتخابات النهائية اليوم، أعلن رئيس أركان الجيش الفريق الركن عبد الأمير يار الله حالة الإنذار والتأهب الأمني تحسبا لأي طارئ بعد إعلان نتائج الانتخابات النهائية. دعونا نشاهد تصريح رئيس أركان الجيش حول هذا الموضوع ونعود إليكم. نحن اليوم ننتظر إعلان النتائج النهائية الساعة 1800 في بغداد. نتمنى أن تمضي بسلام مثل ما قامت القوات الأمنية بكافة مسمياتها وخاصة في وزارة الدفاع والداخلية وجهاز وكالة الإرهاب بتأمين الانتخابات يوم 10/10. قطاعاتنا جاهزة إن شاء الله لتأمين الوضع الأمني ما بعد الانتخابات. كل قواتنا الآن العسكرية في حالة انذار، ونتمنى أن تمضي اليوم بسلام وينتهي هذا الملف وننتظر تشكيل الحكومة القادمة. حقيقة نحن اليوم ننتظر إعلان النتائج النهائية الساعة 1800 في بغداد. نتمنى أن تمضي بسلام مثل ما قامت القوات الأمنية بكافة مسمياتها وخاصة في وزارة الدفاع والداخلية وجهاز وكالة الإرهاب بتأمين الانتخابات يوم 10/10. قطاعاتنا جاهزة إن شاء الله لتأمين الوضع الأمني ما بعد الانتخابات. كل قواتنا الآن العسكرية في حالة انذار، ونتمنى أن تمضي اليوم بسلام وينتهي هذا الملف وننتظر تشكيل الحكومة القادمة. طبعا تشهد شوارع العاصمة بغداد انتشارا أمنيا مكثفا قبيل إعلان مفوضية الانتخابات النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية، وذلك تحسبا لأي تصعيد محتمل من قبل الميليشيات. هذا وأكد عبد الحسين الهنداوي مستشار رئيس الوزراء في العراق اكتمال عمليات العد والفرز اليدوي في جميع المحطات الانتخابية المحجوزة. يأتي ذلك بعدما قالت مفوضية الانتخابات في العراق بأن الأصوات التي لم تعد أو تفرز حتى الآن ستحدث تغييرا من الممكن أن يؤثر على النتائج وتغير المعادلة الحالية. يشار إلى أن مفوضية الانتخابات أكدت تعرضها إلى تهديدات من ميليشيات وصلت إلى حد تصفية أعضائها من أجل تغيير النتائج الحالية. طبعا الجبهة الوطنية أكدت بأن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في العراق لم تتجاوز 12%، معتبرة بأن الانتخابات وما يترتب عليها من نتائج باطل وغير شرعي. وقال رئيس الجبهة إياد علاوي بأنه لا يحق للأقلية التي شاركت في الانتخابات أن تحدد مصير الأغلبية التي قاطعتها، مبينا بأن النتائج الحالية للانتخابات لا تمثل الإرادة العراقية التي اختارت مقاطعة الانتخابات التي جرت تحت سلاح الميليشيات والتدخلات الأجنبية. طالب إياد علاوي بعثة الأمم المتحدة بالكشف عن الأدلة التي تملكها والتي تؤكد كما قال وجود تلاعب بالانتخابات، مبينا بأن بعض الجهات تهدد باستخدام السلاح في إطار الصراع على المناصب. موقع المونيتور الأمريكي قال بأن النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية في العراق كانت بمثابة صدمة للأحزاب السياسية التابعة لميليشيات الحشد. وأضاف المونيتور بأن خسارة الميليشيات المدوية كما أسماها تؤكد بأن العراقيين يرفضون كل أشكال انتشار السلاح خارج إطار الدولة، كما أنها تدل على غضب العراقيين من دور الميليشيات في قمع التظاهرات واستهداف الناشطين وقتلهم بشكل مباشر واختطاف وتعذيب الكثير منهم. وفي إطار مواقف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر المتذبذبة
أكدت مصادر صحفية بأن بعض قادة الميليشيات ومسؤولين إيرانيين كانوا قد هددوا الصدر عقب إعلان نتائج الانتخابات في عام 2018، وهو ما أدى إلى تراجع الصدر عن تمسكه ببعض القرارات السياسية. ورجحت المصادر أن يجلس مقتدى الصدر مع قادة الأحزاب السياسية التابعة لميليشيات الحشد للاتفاق على شخصية رئيس الحكومة المقبلة، مضيفة بأن هذه الشخصية قد لا تكون تابعة للتيار الصدري ولن تكون تابعة لفصائل الميليشيات، وسيتم اختيار شخص متفق عليه من الطرفين. طبعا شهدت الساعات الأخيرة في بغداد مناوشات كذلك إعلامية جديدة بين تحالف رئيس الوزراء الأسبق نور المالكي زعيم دولة القانون وأنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بعد تصريحات متبادلة حيال مسألة تشكيل الحكومة المقبلة التي لا يتوقع أن تكون ولادتها سهلة نظرا للنتائج الأولية التي أفرزتها حتى الآن الانتخابات البرلمانية التي أجريت الأحد الماضي بحسب تقرير لصحيفة العربي الجديد. المالكي قال في رسالة وجهها للقوى السياسية ليلة أمس أو يوم الخميس، قال بأن المسار الديمقراطي هو السبيل الوحيد لإنتاج السلطة، وأوضح بأن البلاد تمر بمرحلة تاريخية دقيقة، فعلى الجميع تحمل مسؤولياته في الحرص على السلم الأهلي ووحدة العراقيين وعدم تعميق الانقسامات والحيلولة دون الانزلاق إلى الفوضى والخلافات العقيمة ورفض أي ممارسة تدفع نحو الانسداد السياسي. شدد على ضرورة قيام مفوضية الانتخابات بما وصفه إصلاح الخلل الذي رافق إعلان النتائج وفقا للدستور والقانون بعيدا عن الميل إلى أي طرف من المتنافسين. طبعا بعد ساعات من رسالة نوري المالكي رد محمد أو صالح محمد العراقي الذي يقدمه التيار الصدري على أنه وزير الصدر الإعلامي على رسالة المالكي بالقول نقلا عن زعيم التيار الصدري، قال سمعت اليوم تصريح المالكي فيما يخص العملية الانتخابية الحالية ولعلي كما قال فوجئت بكلامه لكنه منقوص، مضيفا عليه تدارك ما ضاع وأضاع نصيحة مني قربة إلى الله تعالى. تابع بأن المالكي يجد نفسه إن كان المالكي يجد نفسه بريئا مما نسب إليه فظهور براءته علنا أمر مطلوب ويعيد له ولحزبه رونقه الجميل كما قال. ودعا وزير الصدر قيادات حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي إلى كشف المنتفعين ومعاقبة الفاسدين بداخله، وختم حديثه بالقول بأن المجرب لا يجرب في إشارة إلى رفض تولي المالكي لولاية أخرى للحكومة. معنا اتصال أبو علي من الناصرية. أبو علي، حالة إنذار قصوى قبيل إعلان النتائج النهائية للانتخابات أعلنها رئيس أركان الجيش، كيف تتوقع أن تكون نتائج الانتخابات وما الذي سوف يحدث بعد إعلان مفوضية الانتخابات لهذه النتائج؟ هو أستاذ عمر أنت يعني التفوشين أنت يعني أستاذ وتعرف هاي القضايا، هاي شراي كلها لعبة عرفيت، هاي كل يعني هم يضحكون على الناس، يعني هم نفس الوجوه توياي وياك أبو علي إيه نفس الوجوه هذول، يعني هذول أوامرهم من إيران من خامنئي السيد الخامنئي الشياطين، هسه إيران يعني هي ما تفوت عنا عمي، يعني لا خبز هناك يخلوني زين، يعني إيران وأمريكا زين هم مش رايد يمنعنا، هسه يعني ما مسوي شيء، هسه يعني ما ملوا أقول لك من شوفة الدماء ما ملوا على ناس عايش على الزبالة زين. أعطينا مجال أستاذ عمر رحمه الله ودي كان نحكي ترى شوف يعني من غير ما نحكي الله وكيل هذول ما يصلحون لا تصلحوا زين عمر هذول داروا انتخابات يعني من أسباب وشابه بس المالكي يقول أنا وقعت على النظام قدام زين ليش شنق؟ زين أنت سويت شنقت النظام قدام زين أنت سويته، يعني أنت مو مجرم أنت مو قاتل
سلمت الوادم تدعاش للموصيل زين سبايكر الجوع المحاربة الفتن ها الاغتيالات ها الخطوف الموازنة وديتها لإيران. يعني شنو بشار ما تحيز يعني شنو حيوان طالع الله وكيلك يعني دائما الظاهر أنا مرات الظاهر قالوا أنت شو اسمه يا حزب ويعني يا حزب أنا جاي أنا جان وطني جين ويضحكون على الشعب مختلة إحنا نسوي وطبق الخضراء تتلو الشعب جين حاربوا السنة حاربوا الشيعة الناس النبي النبي ما يقبل الله وكيلك إن شاء الله مواصلي النبي يجين يقول دولة مسلم النبي يقول دولة ماكو مسلم النار الريح للجحيم. الرسول يعني ما يحب الظلم زين ولا يشوف ما يحب الفتن زين حذر من الفتن يعني الله. هذا أنا مؤمن وسن مو مؤمن وكذا وكذا هاي كلها شبهات هاي يعني هاي كتب ها المزيفة من إسرائيل يعني يقول لك يطلع إمام المهدي يا عم الله خالق أمة واحدة احنا خالقنا أمة واحدة شنو الفتن السني يقول يعني الشيعة يعني هم ذول يدورون نعم. الطائفية من إيران عم احنا مو طائفين السنة اخواننا زين الله يساعد اخواننا اللي نعمات السبت شوله زين اللي ها اللي مهاجرات اغني يعني الله نعم. والله زين ابو علي نعم. والله من اشوفهم نعم تفضل الله وكلك من اشوفهم اخوجا ابشي يعني ابشي ليش يعني فاهمين يعني ذول المراهقين بتشوله نايمين ذول زين المهاجرين ليش يعني ذول عجم مو اسلام ذول والله من والله ما كلوا عد فلوس انا وديهم زين عم السنه اخواننا ما كلوا زين ابو علي انا احب السنه نعم ابو علي ماذا تتوقع بعد اعلان المفوضيه لنتائج الانتخابات؟ يعني ما يعني اتوقع اقول لك استاذ عمر انت مو شيء بس رجال نعم فاهم استاذ اي بس اريد رايك اني كلها ذولا تمشيني هاي الانتخابات مزورة لقدام شكية لقدام مزورينها قبل أصول الانتخابات مزورينها ذولا لقدام وعدوا في الشعب أموال الشعب يعني ذولا هاي الله وكيلك يا أستاذ عمر أنا مو يامل حشي النبي جاني قال ذولا للجحيم بالنار قال شيرنا الفتن يعني النبي ما قابل بالرأي جاي عشي ذكاني أنا من سنة أصلي يعني حتى الملائكة يجوا لي قاعدوا إلى الصلاة أبو علي يعني من الناصرية كان معنا معنا اتصال محمود من الموصل. محمود حالة انذار قصوى قبيل اعلان النتائج النهائية من قبل مفوضية الانتخابات اعلنها رئيس اركان الجيش، ماذا تتوقع بعد اعلان نتائج الانتخابات النهائية من قبل مفوضية الانتخابات؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ورئيس اركان الجيش حسي رئيس اركان الجيش هو يعرف أول البارحة مو هذا اللي تعرفه السركان صار يعرف صار السركان هذا مثل صار مربوط أول البارحة صارت فوضى صار انقلاب بس اعتقلوا 13 ضابط و 150 جندي احنا مو مخلينا صبغ على ولدي للدفاع كل النهار طالع صابغ سواق ولا بس مدني عرفت الحقيقة انت ولبس عسكري واطلع الفرق اطلع الجيش هذا نور الملك اللي استخدمناه شنو خمام الكابوس اخي الدفع انا قلت لك من ذاك النهار الدفع ضرب ايران 150 الف ثوري بالعراق هنا موجودين بدياله مقرات مالتهم وقرب الصخر انت نور الملك في فترة طيبة نعم. تعرف شنو هي هسه محمود انا سالتك سؤال تمام سالتك نعم. سؤال إيش تتوقع بعد إعلان نتائج الانتخابات؟ هل ستشكل حكومة بشكل سريع؟ شنو إيش تتوقع؟ إيش راح يصير بعد إعلان النتائج النهائية؟ راح يصير حرب الغيرة بين منو منو؟ بين المهتيات والجيش العراقي والشعب. في أنا لك اثنين نور المالكي خلوا يروح. يجيب الأساس ينهبوا وعود يحارب الشعب هم مستقبين كلهم شلع قلع ايش رجع عموزوهم علينا هذا راح تصير فتنة
ان حطت ايد امريكا الداعية الاسلام الله راح تصير عدله، وظلت امريكا من وراء النووي مالها امان الله لا العم بالدول العربيه طبه. وأنا ممنون منك. شكرا. محمود من الموصل كان معنا، شكرا لك. طبعا مثل ما هو معروف بأن المالكي نوري المالكي قد تولى منصب رئيس الوزراء لفترتين متتاليتين امتدادا لثماني سنوات بين 2006 و2014، وكانت ولايته الثانية حافلة بالأزمات الأمنية والسياسية والاقتصادية، وانتهت باستيلاء تنظيم داعش على مساحات واسعة من الأراضي العراقية. في السياق ذاته تحدثت مصادر بالعاصمة بغداد لصحيفة العربي الجديد عن أن المساعي الإيرانية الحالية لا تتعلق بإعادة تأهيل نوري المالكي لرئاسة الحكومة، بل لتحقيق توافق سياسي بين القوى الشيعية الرئيسية والتيار الصدري، بما يمنع وقوع أزمة كبيرة بين الجانبين قد تكون لها تأثيرات على الشارع أيضا. عضو سابق في البرلمان قال بأن الفيتو الذي يضعه الصدر على المالكي ليس الوحيد، لأن هناك قوى عربية سنية وأخرى كردية ترفض عودة نوري المالكي للمشهد مرة أخرى، ولفت إلى أن المزاج الإقليمي أيضا غير مستعد للتعامل معه مرة أخرى. في السياق ذاته اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود بأن الكتل الفائزة في الانتخابات غير قادرة على تشكيل الحكومة الجديدة من دون أن تتحالف أو تتفاهم مع القوى الأخرى، موضحا في تصريح صحفي بأن ذلك يمكن أو يمكن أن يسهم في تشكيل كتلة كبيرة قادرة على تمرير الحكومة القادمة. معنا اتصال أبو رعد من بغداد. أبو رعد، ماذا تتوقع أن يحدث بعد إعلان النتائج النهائية من قبل مفوضية الانتخابات للانتخابات البرلمانية 2021؟ يا ريت تسمعني من الموبايل مباشرة وتنص التلفزيون للأخير. وعليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة لي كل شيء ما راح يصير طوال الانتخابات. نعم. حتى لو اختلفوا أكو جيران محروسة الإسلامية هي تدري الوضع، كل من يبعد مكانها لا تغرك هاي الشغلات أصلك والبخ كلها نفسها كل شيء راح نموت يأخذون الحكم. وهي الميليشيات نفس رسوان هذا كلها نفس الطاقة نفس الحمام ما يتغير شيء بالعراق ما يتغير شيء، والله هاي الأحزاب وتحكم إلى ما لا نهاية إلا واحدة رب العباد، وهذا الشعب النايم يسحقهم سحق بالقنادر بالأحذية بالإسلاح بالشتم ويسحهم ويحصر لهم خنادق على الحدود يسحنهم حتى ريحتهم ما تجي داخل العراق. دول الخوذة العملاء الجبناء دولة ما يصيرون حل إلا الحل هذا. أنا أشكرك أبو رعد من بغداد كان معنا. أبو عبد الله من تكريت، ماذا تتوقع بعد إعلان مفوضية الانتخابات إعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية 2021؟ هلو دكتور. يا أهلا وسهلا بك، تفضل. سؤالك عيني دكتور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. وياك أبو عبد الله من تكريت. يا أهلا بك أبو دكتور. يعني هم مو قالوا انتخابات وديمقراطية وجابوا أمريكا وياهم من هناك وجابوا التحالف وكتلوا العراقيين على مود حتى يقعدون على الكراسي. نعم. وخس الشعب نفسه اللي يحكوا باسم الديمقراطية وباسم رفضهم ما عاد يقبل، تحديدا اللي يعتبر تعتبر الحاضنة مالتهم. يعني هم شنو مكلبين؟ ما يطلع يحكي لك والله احنا ما خلونا نحمر. ليش يابل؟ يعني احنا اتباع الحسين، عمي صار لك 18 سنة ليش ما حمرت؟ ليش مو اعترضك انت اتباع الحسين مزدد قلت وطوم صار لك 18 سنة ما حد قال لك ايش قاعد تسوي زين؟ وهسه هم نفسهم اللي كنت تحشون باسمهم رفضوكم. اي تحديدا دكتور هم هذول اللي التبعيه الايرانيه اللي المشفرين تحديدا هم هذول العراقيين رفضوهم. الوسط والجنوب رفضهم رفض تام ما لهم اي مكانه، واي حركه يسووها اي كذا الشعب متحضر لهم. نعم. خلوهم هاي الصدمه الاتفاق هذا والباقو خلي ياخذوه ويولون يعرفون العراقيين بحالهم. اي دكتور. نعم. ف
فهم هم اسال المفوضيه تتعرف على ضغوط وتحديدا رئيس الوزراء، يعني الله يكون بعونه، الله يكون بعونه على هذول. زين يعني اريد اسالك حول المرحله في... نعم تدري انت من 2003 ولغايه الان منصب رئاسه الجمهوريه هو حصرا للاكراد كما رئاسه الحكومه وكما رئاسه البرلمان موزعه على الشيعة وعلى السنة. اليوم اكو حديث عن يعني او نزاع متجدد حول رئاسة الجمهورية. الأكراد يقول لك احنا متمسكين بهذا المنصب، منصب رئيس الجمهورية. برأيك رئاسة الجمهورية او شخص رئيس الجمهورية ماذا قدم للعراق خلال 18 سنة؟ حتى وان كانت يعني بحسب الدستور هو يعني ليس لديه صلاحيات واسعة، لكن ماذا قدم برأيك وأنت كمواطن عراقي؟ دكتور هم كلهم عليهم إملاءات من الخارج، وكلهم هم هذول نفسهم سواء رئيس الجمهورية أو أي أحد، أي واحد مشارك بالعملية، هم جابتهم أمريكا عندهم تعليمات سووا فلان شيء، فما يقدر يطلع عن الخطة، ما يقدر يقدم أي شيء، وبدليل أنه هم يعني يريد رئيس الجمهورية يسوي شيء يطلع للبرلمان ما يقبل، يطلع لرئيس فما يقدمون كل شيء، ما بيدهم كل شيء، هذولا يقعدون يطلعون على صفحة ويخلون الشعب هم يختار، وأحسن ما يعني يظل يستمر القتل بهذا الشعب المسكين، وأبدا كل شيء ما يقدمون هذولا، ما طول هم موجودين ما يقدمون، هذولا جماعة برايمر كلهم، جماعة برايمر، حكومة برايمر. نعم أنا أشكرك أبو عبد الله من تكريت كان معنا. أيمن من بغداد، أيمن ماذا تتوقع بعد إعلان نتائج الانتخابات من قبل مفوضية الانتخابات؟ نادر تفضل. أيمن أسمعك. يعني تشوف بالعراق، يعني العراق انهجر، يعني تعالي كل انتخابات وإن شاء الله يصير براس العراق خير وغير خير. التغاطات يقولون يا تزوير، من التزوير؟ كنت الفلانية فائزة وكنت الفلانية خسرانة، وهي كلها كذب وآراءات. التاجي الشارع التاجي يربط مش كم محطة ولي مول ولا تسمعني أخوة؟ تفضل. نعم أيمن أسمعك. دولي يربط مش كم محطة، الإشيات العصائب البيت حصة، الكهرباء تريد حصة، ما أعرف يعني الطب سيارات يعني راح البيع، يعني ما لا شارع براسه خير، لا مدرسة عندنا براسه خير، شو اللي عندنا؟ يعني شو وقت هذا البلد؟ يعني والله ما أعرف، يعني شفت شفت صدام حسين تقولون صدام حسين كذا وكذا علي، أنا فحنا على روحه، على فرحنا على روحه، كل عراقي شيء سبب انفصال البيت. إذا أكو عراقيين وشرفاء والله سولتهم. أنا تسولتهم بس بالبوت الحمر مال. والله أشكرك. أيمن من بغداد كان معنا. علي من ميسان. علي ماذا تتوقع بعد إعلان المفوضية لنتائج الانتخابات البرلمانية 2021؟ ماذا تتوقع سوف يحدث؟ هل ستمر الأمور بسلاسة؟ هل سوف يتم تشكيل حكومة بوقت قصير؟ أم سوف نأخذ وقت طويل مثل ما حدث في الانتخابات السابقة لتشكيل حكومة؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. يا ريت تنص التلفزيون أخي العزيز وتسمعني من الموبايل، اترك التلفزيون، اترك التلفزيون، نصيلي الاخير عليكم حتى اقدر اسمعك. وعليكم السلام. احنا اليوم عتبنا مو على النتائج، النتائج من تصعد ومن تنزل مو مهم. اي نعم نعم نعم. نص التلفزيون يا اخي. نعم 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 تفضل. نعم احنا اليوم نتائج مهما تكون لفلان او لفلان، هم كلهم مرشحون العراق، ها، وجاي يخدمون العراق، ها، هذا احنا اليوم عتبنا على الدوله اللي مسويه حيالة كبيرة من ما يحدث بعد الانتخابات. يعني الدولة عاجزة عن أن تفرض القانون أو تفرض سلطة القانون، مع كل أسف يعني جيش عراقي وقوات منظمة ما تقدر تفرض قانون بالوقت اللي تظهر به النتائج. وهل هذه النتائج هي راح تكون مغيرة للواقع الانتخابي؟ أبداً ما راح تكون مغيرة،
الكتلة الأولى والكتلة الثانية والثالثة. التغيير راح يكون بسيط، لكن مع كل أسف اليوم إحنا قاعد نشوف نفسية الدولة قاعد تظهر مخاوف كبيرة للشارع العراق، بحيث هو الإنسان المسالم بدأ يخاف. قاعد تهددون كل طرف الشعب العراقي، راح يصير وراح يصير. بالعكس المفروض أهدي الوضع إن شاء الله اللي يصير من صالح أي كتلة في عراقية، لكن ما نوصل أحيانا. زين ليش برأيك يعني أنت برأيك تعتبر أنه هذا تهويل من قبل الحكومة، هذه التصريحات الحكومية أو من قبل السياسيين؟ لا بالعكس، الحكومة هي قاعد تمطي هالة كبيرة لهذا الموضوع بغض النظر عن النتيجة اللي عنده. لكن بالمقابل علي، أكو تصريحات من قبل زعامات سياسية، من قبل زعامات ميليشياوية هددت بشكل واضح أو بطريقة غير مباشرة. أخي هذه التهديدات مهما تكون إذا ما تتجه الاتجاه القانوني والسلمي راح يكون إنها حتى رفض شعبي. يعني باكر أنا قالوا لي فازت الكتلة الفلانية بالعاد وبالمصادقة من المحكمة الاتحادية، يعني أنت من تريد تتخذ طريق ثاني أنا راح أكون مو بجانبك. ليش؟ يعني انت ما اتخذت القانون، انت اخذت طريق غير قانون وراح تهدد السلم الاجتماعي بالمجتمع. هذه الانتخابات افرزت نتائج تتقبلها اذا كانت صحيحه، بغض النظر احنا ما نعرف فيها. بس نسبه المشاركه كانت جدا ضعيفه، يعني لم تتجاوز المشاركه ضعيفه، نعم ما تجاوزت 15%. اليوم كتله اياد علاوي تقول ما تجاوزت 12%. نعم أنا جبت دليل على هذا الشيء وإثباته بالقانون، بديك الساعة يكون لك الحق الكامل أن تدعم كتباتي. وبرأيك هل المشاركة هل هناك بالعراق، هل بالعراق هناك قانون يقف بوجه الكتل السياسية التي تتحكم بالقضاء وتتحكم بالسلطة التنفيذية والتشريعية؟ لا عاد القانون بس على أنا الفقير؟ إيه هذا حال العراق، هذا حال العراق. إذا ما نقدر نحكي هيجي ونقول بس على الفقير، فإن الله اللي ينصفنا من كل الناس اللي تريد بالعراق أن يصير مثل لبنان. نسأل الله أن يحفظ العراق وأن يحفظ العراقيين. يحفظ العراق والعراقيين، وإن شاء الله العراقيين بيهم خير إن شاء الله وبيهم البركة، وأكو ناس مجدين خايفين على العراق. أنا أشكرك علي من ميسان كان معنا. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة حول إعلان مفوضية الانتخابات، كما قالت بأنه اليوم سوف تعلن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية في العراق 2021 والانتشار الأمني المكثف في العاصمة بغداد. فاصل ونعود إليكم.
أهلا بكم من جديد. هناك عاجل طبعا بيان من الإطار التنسيقي للقوى الشيعية بزعامة نوري المالكي، يعتبر بأن نتائج الانتخابات مطعون بصحتها كما قال. كذلك قال يعتبر نتائج الانتخابات مطعون بصحتها وتؤكد رفضها كما قال لهذه النتائج. نعم، سوف نوافيكم بآخر المستجدات على الساحة العراقية. بالضبط قال مطعون بصحتها كما جاء على لسان الإطار التنسيقي للقوى الشيعية بزعامة نوري المالكي، قال بأن نتائج الانتخابات مطعون بصحتها. نعم، معنا اتصال أم سارة من أبو غريب. تفضلي أم سارة. مع الجلد أنا ما يعني أنا بس أريد أشد يعني على مول العفو العام. يا ريت تنصي التلفزيون، يا ريت تنصي التلفزيون حتى نفتهم عليك. نص التلفزيون للأخير، ونرجو من جميع المشاهدين المتصلين على برنامج صوتكم أن يبتعدوا عن جهاز التلفاز، خلي يوخرون عن التلفزيون، يبتعدون عن التلفزيون، ينصلوا للأخير حتى نقدر نفتهم عليكم. تفضل يا أختي. أنا مع الجلب أنا حبيت أناشد عنهم بالعفو العام. نعم. لابد أشوفك عفو ما أقولين، وأنا زوج محكومة 3 سنين، حكم هذا من شهر الثامن. نعم. بس أبدأ على مود العفو. والله لم يصدر عفو لغاية الآن، وانت تدرين الجماعة ما ملتهين حاليا بالعراق ولا بالمساجين ولا بالعاطلين عن العمل، ملتهين بالنتائج وملتهين بالحكومة الجاية. ملتهين بالنتائج بالحكومة، نحن مضررين والله عند اليوم. صح والله لحتى يعني يمكن الله يعينكم. الله يعينكم والله. والله العظيم يقول أنا سموت يعني يقول سموت يعني يطوني ياهم مكان ما عاد بينهم. يعني هو شنو تهمة تاجر وهو لا تاجر ولا أبد. شنو تهمة زوجك؟ شنو تهمة زوجك؟ تهمة بالمخدرات. هو يشتغل بالمخدرات؟ هو صحيح يتعاطى بس مع التجارة دي ما في أي تجارة والله. إجابة على المخدرات يا أم سارة. والله ما يتاجر به ولا إلى علاقة ولا أصلا يمن هو بس فايق عدد. نعم. وأنا مرة يعني مو تقول مرة ما عوقها والله بيها بيوم وصل حليف دينار ما حد جيبها. بس من وراء التعذيب هاي قال أنا أتاجر. نعم. الله يعينكم ونسأل الله أن يعين الأبرياء وأن يفرج عن الأبرياء. معنا اتصال آخر ما سمعت الاسم. أم رافع من بغداد. تفضل يا أم رافع. انقطع الاتصال. طبعا مثل ما قلنا بأن الإطار التنسيقي للقوى الشيعية بزعامة نوري المالكي يعتبر نتائج الانتخابات مطعون بصحتها، يعني هذا تصريح وتصريح خطير وله أبعاد لا سامح الله. نسأل الله السلامة للعراق والعراقيين. نشوف آخر المستجدات على الساحة العراقية. نعم، طبعا تواصل القوى السياسية الكردية في العراق تمسكها بمنصب رئاسة الجمهورية الذي تولاه 3 من القيادات الكردية، هم جلال طالباني منذ عام 2005 ولغاية عام 2014، ثم فؤاد معصوم من عام 2014 إلى 2018، وأخيرا برهم صالح من عام 2018 إلى غاية 2021. طبعا تصاعدت أخيرا طروحات من قوى سياسية عدة في بغداد حيال المنصب، معتبرة بأن رئيس الدولة يجب أن يكون عربيا، ومنطلقه من فكرة بأن القادة الكرد الذين تسلموا هذا المنصب كانوا جميعا يدعون لتقسيم العراق عبر انفصال إقليم كردستان عنه، وهو ما يخالف مفهوم مهام رئيس الجمهورية بالمحافظة على وحدة الأراضي العراقية كما جاء في الدستور. نقلت وكالة الأناضول عن النائبة في البرلمان
المنحل أو المنتهي نهل الراوي قولها بأن هناك تحركات مستمرة لما وصفته بالقوى السنية لاستبدال منصب رئاسة البرلمان برئاسة الجمهورية في الدورة البرلمانية المقبلة. وأضافت الراوي بأن أغلب الكتل والقوى السنية تؤيد هذا التوجه، لكن لم يتم التباحث مع الكتل والأحزاب السياسية بهذا الشأن، وأجلت جميع الحوارات إلى ما بعد إعلان نتائج الانتخابات. معنا اتصال محمود من الموصل، تفضل محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف؟ أهلا وسهلا بك، حياك الله. أنت كمواطن عراقي بخير الله يحفظك، كيف ترى الوضع أو ما هو السيناريو القادم بعد إعلان نتائج الانتخابات النهائية من قبل مفوضية الانتخابات؟ أستاذ العزيز، أولا أنا والله ما اتصلت على الانتخابات. نعم. الانتخابات احنا ما لا فينا ولا ضر. يعني احنا مضررين فعلا. واني عندي 8 بنات. ولا راتب رعاية لا شيء، عايشين على الهواء. نعم. وشغلت انتخابات احنا ما شغلتنا تعبانة حالة عطانة. أنا من الناس في الكيان بالمدرسة، يعني كياني اللي يجاهد ماكو يعني لا كله ولا نظر ضد هيك. نعم. تقوم عليه يقول مو هيك الشغلة، ما يقول لك برا، لا يجيب لك شرطي، لا يجيب لك الضابط. فصارت عندك شغلات خربطة، وصارت المفوضية شغلت الرادتو. واحنا كنا نتمنى نطلع لنا نائب من المنطقة مالتنا، وما سبحان الله ما أقول ولا واحد ما صار. ما عندك راتب رعاية اجتماعية؟ ما أقول لا راتب رعاية لا، بس راح نطلع سبحانه وتعالى. إيش قد عمرك؟ والله أنا مواليد 78. نعم. ما عندك تقاعد سابق أو؟ والله والله ما عندي لا بيت مثل. شنو كان عملك؟ والله قبل كنت كاتب، تعرف أنت أشتغل عامل. نعم. وسماك لا حركة لا شغل ولا عمل شيء. نسأل الله أن يفرج عنك. محمود من الموصل كان معنا. طبعا سوف يتم تأخير إعلان نتائج الانتخابات لثلاث ساعات قادمة، وكذلك القوة الحليفة لإيران بخبر عاجل أورده مراسل أو صحيفة العربي الجديد، القوة الحليفة لإيران ترفض نتائج الانتخابات قبل إعلان مفوضية الانتخابات في العراق النتائج النهائية. يعني هناك تصاعد في التصريحات حول نتائج الانتخابات، ثلاث ساعات سوف تتأخر نتائج الانتخابات، كما أوردنا قبل قليل بأن ما يسمى بالإطار التنسيقي للقوى الشيعية بزعامة نوري المالكي طعن بنتائج الانتخابات، وكذلك القوى الحليفة لإيران ترفض نتائج الانتخابات. معنا اتصال أم أحمد من النجف. أم أحمد، شلون تشوفين هذه التصريحات من قبل قوى بزعامة نوري المالكي تطعن بنتائج الانتخابات، من قبل قوى حليفة لإيران ترفض نتائج الانتخابات، هناك يعني تصاعد في نبرة رفض نتائج الانتخابات؟ وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بيك. الله يخليك. السلام عليكم على كادرنا وعلى كل اللي في العالم الطيبين يا ربي. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بيك. سبحان الله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. المداولة مو بس في الأحداث، الأحداث إلها من يؤديها. الله سبحانه وتعالى خلق بشر، فأكو ظالم، أكو من ينعق مع كل ناعق تكرمونه هو مثل بهيمة، وأكو مظلوم. فالغريب انه هاي السنين كلها عندهم قد مقاله صارت سخيفه على النظام السابق، من قال اسلمها تراب، يلا هسه مو طلعوا نفس اللفظ بغير هدوم قالوها لما قالوها هسه. هاي وحده. وحده ثانيه، الله سبحانه وتعالى لما وصف الاحزاب بالقران السابع، عمر انا نهدى من اقول القران، القران هو دستور القران. نعم. من يوصفهم الله سبحانه وتعالى فاختلف الأحزاب بينهم فويل للذين كفروا وخلاهم خانة الكفر. أستاذ عمر،
خلاهم مكانة الكفرة، فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. آية ثانية ينبهني الله سبحانه وتعالى اللي يحكون بالقانون، يعني حتى أكو ناس بسيطة من تتحدث المفروض هذا ما يطلع من هيك كلام، لأن أنت مظلوم. الله سبحانه وتعالى لقاتلوا الذين كفروا وجدوا فيكم غلظة، أنت وصلوكم للهدم. أنت تقول السلم المجتمعي هو أساسا أنت عندك سلم مجتمعي ببلدك من 2003 إلى الآن، عدى عليك يوم إذا ما جثت بالشوارع إذا ما دم باختلاف أسبابها، لكن الفاعل واحد. أي سلم مجتمعي اللي يدخل بيتك يفتح لك كتلك اللي يحكي لحتى يظلون يطاردوا هتكا وأعرب. فأخواننا اللي يتصلون اللي هم متأكد يحكون من طيب خاطر ويحكون من طيب قلوبهم، مو مقصودة يمكن اللي إحنا ببالنا نفكرها، لكن لا يقول لي القانون. أنا ما عندي زوج مختلف ويا زوجته وإصلاح ذات البين، وإذا ما صارت الأمور عدلة أروح للمحكمة يعني بفد أمور مجتمعية. طبيعي أنا عندي بلد وعندي دم وعندي ناس سجون وعندي ناس مهجرين وعندي ناس نازحين وعندي مصايب وطوامير وجثث لحد الآن ما جاي يطلعوها، ما يعرفون شلون يطلعوها، ومعروف قاتلها منه. أنا أبي أضرب القاتل روح للمحكمة. نعم، لكن يعني القوة الحليفة لإيران إذا نبقى في السياق يعني تصاعد التصريحات حول نتائج الانتخابات وتأجيل مفوضية الانتخابات، كان المفروض يعني قبل ساعة أو أكثر أنه تعلن النتائج النهائية، هسه أجلت إعلان النتائج لثلاث ساعات مع إعلان القوة الحليفة لإيران في بيان تؤكد رفضها لنتائج انتخابات، كذلك بيان ما يسمى الإطار التنسيقي للقوى الشيعية يعتبر نتائج انتخابات مطعون بصحتها. كيف برأيك ماذا تشير إلى ماذا تشير هذه التصريحات وهذا يعني التصاعد في لغة رفض نتائج الانتخابات؟ إلى ماذا يشير؟ ما هو السيناريو القادم؟ الله يخليك. هم شوف الكابينة كلها هسه اللي احنا جاي نذكرها على لساننا، ترى والله يعني عندنا كلامي انا رايي جاي نلوث السنه لفظهم، لكنه الوقت القدر اللي خلانا الزمن المنقوص خلانا نذكرهم، والا هم كلهم عباره عن فرد. قبل مده قبل فتره الانتخابات اعتقد على قناتكم او احدى القنوات بالفتره اللي صار بيها الحظر اكثر من وثيقه طلعوها تاكد 9 ملايين سجل من نفوس العراقيين رحلت إلى إيران، وهاي النتائج طلعت حسة المهاترات. فأنا يعني أنا من أسولف فيكم ترى من حرقة قلبي أستاذ عمر، وإلا وحتى نبقى في صف الموضوع المعروف أنه يعني مصيبة العراق مصيبة. أنا أشكرك أم أحمد من النجف كانت معنا، نذكر ما نقلته صحيفة العربي الجديد بأن القوة الحليفة لإيران تستبق الإعلان عن تستبق إعلان نتائج انتخابات ببيان تؤكد رفضها لنتائج الانتخابات، أما بيان الإطار التنسيقي للقوى الشيعية يعتبر نتائج الانتخابات مطعونا بصحتها، وكذلك مفوضية الانتخابات تعلن تأخر نتائج الانتخابات لثلاث ساعات أخرى. معنا اتصال؟ انقطع الاتصال. طبعا تواصل القوى الكردية كما أشرنا تمسكها بمنصب رئيس الجمهورية الذي يعد أحد أهم أبرز المناصب السيادية في بغداد، بالإضافة إلى منصبي رئيسي الحكومة والبرلمان، بالتزامن مع الذكرى الرابعة لدخول الجيش مدينة كركوك واستعادة السيطرة عليها، إلى جانب بلدات ومدن أخرى مجاورة تعرف بالمتنازع على إدارتها بين بغداد وأربيل. في مثل هذا اليوم من عام 2016 ردا على تنظيم حكومة إقليم كردستان العراق استفتاء للانفصال عن العراق، إذ أطلقت حينها حكومة رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي حملة عسكرية ضخمة استعادت خلالها السيطرة على كركوك وعلى نحو 10 بلدات ومدن أخرى أبرزها مخمور وزمار وأطرس. طبعا عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني شيرزاد قاسم قال بأن حزبه يرى بأن منصب رئيس الجمهورية من استحقاقه، كما يقول بعد أن تجاوز عدد مقاعده ما حصلت عليه الأحزاب الكردية مجتمعة، مبينا خلال تصريح صحفي بأن المرشح لمنصب الرئيس يجب أن يخضع للمفاوضات بين القوى الكردية مجتمعة. معنا اتصال. أم رافع من بغداد، تفضل يا أم رافع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك، تفضلي. هم اليوم كم سنه هم علي 19 سنه 19 سنه هم علينا، هم هذول نفسهم
ما سووا ان هزموا العراق ودمروا العراق وامرهم كله بيد ايران، لا بيد المالكي ولا بيد الجعفري ولا بيد كل واحد، كل امرهم بيد ايران. لما انا ولدنا شنو بني ابن احنا ولدنا كل واحد عنده اثنين وصفين مهندسين واللي دكاتره واللي معلمين تعزين حاطينهم بالسجون. اول البارحه رحنا نواجههم، لا يكون ماسكي، لا خلونا نخشش لهم ملابس، لا خلونا نخشش لهم علاج. يا ابو منين تطفونهم انتم؟ منين تطفونهم وموتينهم انتم؟ والله هذا الولد شاهد الله قاعد عود عود واحد، هذا عود بس يجيب واللحم والعظم. ما يصير هيك يا ابو الريد عطام يا هذول المسكينين. الله خلي يخافون من الله، الله مو عارف فوقهم ساعة ساعة عطرهم. يعطرهم ويدمرهم دمار. نعم. الله يعينكم أم رافع والله يفرج عنكم وعن الأبرياء. علاء من البصرة، علاء عندنا دقيقة تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. حياك الله يا أهلا بك. المسكين هم بالكراسي، المسكين ما فارقين المساكين. الباقي هو اللي يتعاقى المخدم تروح للمستشفى، بس احنا بالعراق ما علاش يروح للسجن. اصلا حرامات يذكرون نور المالكي، نور المالكي اصلا هو واحد داخل سلم سيف العراق، قتل الناس الابرياء، واصلا دول الاحزاب الشيعيه ما تمثل الشيعه بصراحه اقول لك اياها، عفنا من الاحزاب السنيه والسلفيه. هسه يريد يختلف ويا الاكراد، الاكراد شخصيه، ويريد يختلف ويا السنه، هذول ما هذول هم جايتهم للعراق ونهبوا من العراق لاجل تدمير البلد. عملاء إيران، عملاء السعودية، عملاء تركيا، عملاء قطر، هذول ما يمثلون العراقيين. نعم أستاذ عمر اسمعني. نعم أسمعك علاء. نعم بالف. لكن على مقتدى، هو مقتدى هم مثلهم فاسد، هو ونوابه ووزراء ومدراء عامين، فما راح يقدموا شيء لهذا البلد. الولائيين الحشد الحزبي والولائيين يريدوا يلخصون مثل ما لخصونهم على ياد علاوي. فنحن كشعب عراقي ما نحصل شيء، ما نحصل شيء في البلد هذا. طلعنا للخارج الليلة، رجعنا للعراق سنة الجوع سنة الفقر، لا كهرباء لا أي شيء. فإحنا نتأمل أن يجي إنسان شريف يوم من الأيام ويهدم هذا البلد. 75% من الشعب العراقي مقاطع. تقولي دولي كانوا حفاري في سوريا بالسيدة زينب، أنا كنت بالسيدة زينب عندي شقة هو قاعد بس زينب يدور كنا نقيمه. فدولي لا تعول عليهم، لا تقول طارق ليش كنت دولي إنجاز، دولي ما عندهم قيمة. أشكرك على من البصرة وأعتذر على المقاطعة لأن انتهى وقت البرنامج. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.